دي عيال بتدور عليها مفترية. ايه أرنبة؟ مش معقول كده ابدا. ايه ده؟ في يا عم عربي مالك بتزعق لها كده ليه؟ دي لسه واخده المهدئ. سيبينا فترة معاها وهي واخده المهدئ. حد بيعرف يكلمها وهي صاحيه؟ ما هي ام عيالي برضه. ايه بك يا ام عيال مين يا راجل انت؟ انا خلفت منك اي شكل ده اللي هجيبه زواحف؟ يخيبك، هو انا اعرفك يا راجل انت الجنان الرسمي ده؟ ازاي الكلام ده؟ ده كان عندنا حب قديم. حب ايه يا راجل انت؟ ومين دي كمان؟ دي اللي بتخدم لي، كنت تعبانه. انا بين الممرضه بتاعتك يا مدام امبابه. بلا ممرضه بلا مقرضه، وانت تقول لي حب ومش حب يا اخي. كانتك حبتك حياه تلوشك. بقول لكم انتوا الاثنين شكلكم كده نصابين وحراميه وجايين عايزين تسرقوا الذهب بتاعي، صح؟ بقول لك ايه، روح انت هنا يا فتنه، هي اللي تعرف شفرتها. شفرتها وفتنه وكمان فيها فتنه؟ ده انتوا تنظيم عصابي بقى، جايين تسرقوا الذهب بتاعي وعايزين تفتحوا الخزنه. يا لهوي عصابه، يلا بره من هنا، يلا بره، يلا بره انت وهي، يلا يلا يا نصر البيت. يا لهوي البيت يا بيت. اسمع يا سيدي، يا هتغني انت كمان؟ لا هتتريق همشي. لا هتتريق امشي يا عم. اسمع بقى، احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح لنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده القصه من اولها لاخرها. انا عارفه، انا اصل كنت بتدرب عنده وانا طالب زمان. الراجل ده عجوز ومكحكح بس عقر. طب ما دام ما انت عارفه عمرو ما رحتلوش ليه من الاول؟ ولا انت لازم تعمل فيها مهم؟ ما انا مهم يا زمار، همشي. يا عم امشي بقى، عايز اقعد لوحدي. الله يا ابني افهم، الراجل ده نظامه غريب شويه، ما بيقعدش في مكتب واحد اكتر من سنه، واخر السنه بياخد التامين. التامين الصحي؟ همشي. يا عم امشي بقى، انا اساسا مخنوق منك. ها طمنوني، عرفتوا عنوان شركه المحامي ده ولا لا؟ اسالي الاستاذ الافوكاتو. لابس لي جرافطه وحزام وعمال رايح جاي ومش عارف تعرف حته عنوان. بس بقى يا ابني انت وهو، انا لفيت عليه الضرب الاحمر كله من البيبان لعطفه الروم، كل ما اروح العماره الاقيها وقعت وطلع مكانها سايبر. بس خلاص كلمت واحد صاحبي ويجيب لي قراره. بقول لك ايه يا عمرو، لو الموضوع كبير عليك سيبني انا اتصرف، انا ممكن اجيب محامي وارخص منك بكتير. محامي ايه يالا، وانا فطاطري؟ وبعدين انا كنت خدت منك ولا مليم؟ يا عمرو يا عمرو، انا اعطاني كلها متعطله. إيه؟ انا عايز انقذ ما ينقذ انقاذه. انا ورايا شغل كبير في القهوه. قهوه؟ وانت مالك ومال القهوه؟ مش تبارك لي عسليه؟ ايه اللي بارك لك؟ الف مبروك على ايه بقى؟ هو لازم نبارك لبعض على حاجه؟ واحنا ايه شايلين من بعض قوي كده، منفسدين ليه؟ بس يا حبيبي، بس يا حبيبي انا اشرح لك موضوع القهوه ده بعدين. المهم بقى عشان تبقوا فاهمين، القصه دي كلها بقت في ايد نعمان. طيب همتك معانا بقى يا عمرو. يا حبيبتي انا معاك اهو من الالف للياء، بس خلي بالكم القصه دي كلها مصاريف، وانا حاسب كل حاجه بالورقه والقلم. ولا تشيل اي عام، اي حاجه محتاجه عدي على القهوه خدها. زي ما قالك كده زماره، اي فلوس عدي على القهوه خدها. اقعد بقى انت افرد صدرك في موضوع القهوه ده لحد ما تلبس في الحيط في الاخر. قصدك ايه يا عم؟ قصدك ان انا نصيبي ممكن ما طلعش كبير؟ انت عارف حاجه مخبيه عليا؟ اسكت بقى اسكت، خلينا نفكر. استنى. الو، ايوه يا ابراهيم. ايوه برج الكوثر. برج الكوثر؟ برج الكوثر بالكاف ولا بالراء؟ الكوثر العماره اللي وراه. العماره اللي وراه؟ مش العماره اللي وراه، مش الزقاق اللي وراه. انا ما كتبتش حاجه. الزقاق اللي وراها شقه كام؟ شقه كام؟ تمام خلاص، تمام انا عارف، خلاص تمام، ماشي ماشي يا ابراهيم، هعدي عليك اراضيك بقى. خلاص خلاص تمام، انا كتبت كل حاجه خلاص. ايه ده؟ خلاص تمام تمام، ماشي ماشي يا ابراهيم. لا اله الا الله. يا عمرو انا ما لحقتش اكتب غير لا اله الا الله، وكاتبها غلط على فكره. بس طمنوا يا اولاد، خلاص من بكره كلنا هنروح لعمان شركس. ليه؟ لا هنصيف عنده. خش زغراتي جوه افراح. ركز بقى مع بعض. ها، في مبدا اساسي في القانون في الاستهلال ولا بد منه، تمام؟ ان القانون لا يحمي المغفلين، وبالتالي فهو لا يحمي الموكلين. طب ازاي يا بنت؟ امال القانون اتعمل ليه؟ ما هما مش يغفلوك يابا، وانت تيجي تقرفنا بقى في المحاكم والقضايا. طب يا متر، يعني لو حد اتضرب
او اتسرق يروح يشتكي لمين؟ دكتور تخدير. ظريف. سؤال ظريف على فكره. هم يا حبيبي احنا مش هنملى المحاكم عشان موتوسيكل مسروق ولا مترين ارض يعني. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي يا بنت، احنا بندفع الفلوس في الحصه دي ليه؟ وقف يا ابني وقف. غرامه 500 جنيه وشهر حبس. الظلم ده ايه؟ الظلم ده ايه؟ الظلم ده انا يا مستر طالما مش هنشتغل بالقانون بناخد الدرس ليه؟ على فكره ده كان امتحان وانتوا نجحتوا في الامتحان وشرفتوني قدام المجتمع. صعبة يا مستر. ايه اللي صعبة؟ التجاري يا عم. التجاري صعب صحيح، دفاتر وحسابات وبتاع، ده انا لما تليفوني بيفصل ما بعرفش احسب ستة في ستة بكام. ده بقى ليه؟ بسبب التكنولوجيا مسحت العقول. عشان كده احنا هنرجع لنظام التعليم القديم الكتاب، وده عايز ودن موسيقية. ودن موسيقية ونفسية حلوة. بس نركز مع بعض. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. لا نقول مع بعض، انا مش هشيل الليلة لوحدي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. بس ثواني بس ارد على التليفون يا شباب. ثواني. الو. ايوه يا حبيبي. ايه؟ ايه؟ واقفين لهم تحت؟ هيتثبتوا هيتثبتوا يعني. ماشي يا حبيبي ماشي. غور بقى دلوقتي. كنت بقول يا شباب يعني في بس موضوع صغير كده. في بلطجيه واقفين تحت وهيثبتوكوا وانتوا نازلين. ها احنا رجال قانون طبعا. يعني عارفين هنعمل ايه؟ ها الحنين في وسطينا. وسلاحنا في ايدينا. واللي عايز يتقال يا مرحوم يجي علينا. الله ينور عليكم. الله ينور عليكم يا شباب. يلا يا جماعه نلم حاجتنا كده. بس مش عايز العلقه اللي هتاخدوها. اقعد است. مش عايز العلقه اللي هتاخدوها دي تنسيكوا المبدا الاساسي اللي احنا اتعلمناه ولا ايه؟ يلا. تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون. تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون. تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون. شو رايك اليوم بدي علمك رقصه كتير رح تحبها اسمها تانجو؟ عشتني سامي، وانا اصلا عندي مركب راس. بدك تشوفه؟ يا ريت. اكيد. هيك بشويش بترقص وبتبرم هيك. هيك وهيك؟ ايه. ولف اللفه دي كمان؟ لا. ايه تاني عندك؟ ايه تاني؟ في زومبا. وفي بدي اجرب لك زومبا. لا تسميني انا بقى اختار لك حاجه على مزاجي. خلاص؟ خلاص. ايوه.